وكمل نتعاونوا على الغلط. يا اخي سيدنا جاك جديد ولا انا باش نعرفه خير منك؟ يا ولدي رانا نحكيو في السياسه بلاش في الرحمه. باش مدخل تونس في حرب سلطه على روسيا. سبعه عساكر وصف ولا حرب عندنا فيها لا نقع ولا جمل. انا استغرب كيف سيدنا يعزم على امر من هذا اللي يكلف المملكه مال كثير. وعلى حد علمي الخزنه تغفق والبلاد في ضايقه. سيدنا ناوي يتسلف. كيفاش؟ انا حسب ما فهمته كان فهمي صحيح. يظلي وكان صدقني ربي باش يبعث خيار الدين الباريزي يتفاوض عن قرض. هذاك اللي ناقص. هذا الكل واقع وانت راقد على وذنيك سي باشار. فجيت انا سيدي صاحب الطابع. سيدنا ما شاورنيش. وعلمت كان صباح كي قال لي خير الدين اللي فما حديث في الامر. وزيد ما فهمتش علاش تفزغل في روحك وقت اللي تعرف ان الهدره هذه يحب لها. وزيد سيدنا يلزم يشاور. يشاور شكون؟ يشاور باريس قبل. ما يستحقش المشاوره سيدي البشائر. فهمت من حديث كاتب قنصل فرنسا كي قابلني اللي الروس ممكن يحطوا ايديهم على دومول دافي ودلافاتشي. وقت اسطنبول ما تنجمش تسكت. فهموني ساعه، شكون قال لي الحرب هذه باش تقوم بالمجد؟ عندنا اخبار ثقه سيدي صاحب الطابع. تقول اللي مبعوث من باب العالي قرر يبعث لباريس يتفاوض مع بنوك على قرض لاباس به. واسطنبول ما تقدمش على سلفه كبيره كيف من هذه، كان لتمويل الحرب. كاو مدام اسطنبول حلفت باريس والحرب في مصلحتها ما تنجمش تقوم وتتعارض وتقول لا. انا من رايي كان المشاوره ما تمتش معناها عندنا الوقت. نجموا نراجعوا سيدنا من جديد قبل ما الفرنسيس يدخلوا في الهدره. دخلوا بعدها في الهدره سيدي البشائر. كيفاش؟ سيدنا كلفني باش نفاوض مع قنصل فرنسا في الهدره. معليش ما قلتليش سي مصطفى. وانت خليتني نكمل كلامي باش نقول لك؟ ما لاجل حديثك مع قنصل فرنسا حتى لين نراجعوا سيدنا. هذاك جيت باش نقول لك ان خليتني نكمل كلامي. اما زايد. شنو زايد؟ يا اخي ما تعرفش سيدنا كيف يشد صحيحه؟ هذا من جهه، ومن جهه اخرى قاعد يرتب في السيره مع باب العالي. معناتها لا هو باش يسمع منك ولا باش يسمع منك.